Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ou écrire une production écrite, une production écrite sur les étapes du brossage des dents. Pour les élèves de première année moyenne, مرحبا واهلا وسهلا بالجميع في فيديو اليوم سوف نقوم بكتابة تعبير او وضعية ادماجية حول المراحل او الزيتاب en français باللغة الفرنسية دو دي او المراحل المتبعة لغسل الاسنان لتلاميذة السنة الاولى متوسط اعيد هذا التعبير خاص بالبروجي او المشروع رقم واحد سيكونس ان التي تتكلم عن النظافة أو <applause> لا بخبرتي سي لنبدأ على بركة الله أولا لدينا الوضعية الإدماجية دائما رح يكون عندها سيبوغ أو هندها رح يكون عندها تكس رح يكون عندها نص راح يقول لي وش ندير في هذا البرودكسيون راح يعطيني عبارة عن مجموعة من التعليمات نروح نشوفو لو تاعنا أو لو تاعنا Explique à tes camarades l'importance du brossage des dents et les étapes à suivre pour le faire. Utilise une phrase déclarative et un substitut grammatical. Ah ouais, okay, le supporte. لو سيبور اش قال لي <سؤال> اكسبليك يعني اشرح اتي كما غاد لي زملائك في القسم هذو زملائك ما يعرفوش اهميه غسل الاسنان نتايا راح تشرح لهم اكسبليك اتي كما غاد لامبورطونس دو بروساج دي دون اهميه غسل الاسنان اي لي زيتاب سويفر بور لو فير وا لي زيتاب يعني المراحل اللي راح نتبعوها باش نغسلو سنينا بور بروسي لي دون للقيام بذلك utilise une phrase déclarative يعني هنا قال لي يعني استعمل جملة إخبارية راح نستعمل جملة إخبارية قلنا الجملة الإخبارية التي تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة elle se termine par un point un point يعني نقطة un substitut grammatical احنا قريناه من قبل قريناه بعنوان لي سبستيتو غراماتيكو اللي هي البدائل النحويه لكن الان او في هذا الدرس

utilise une phrase déclarative et un substitut grammatical. يعني راح نتابعو واش قالنا هو واش قالنا هنايا قالنا اول حاجة راح تشرح لزملائك لامبوغتونس يعني الاهمية دو بغوساج يعني غسلة الاسنان لي دون راح نشرحوا اهميه غسل الاسنان ثاني حاجه ثاني واش بدنا ثاني لي راح نديرو لي يعني المراحل اسويفر يعني التي سنتبعها بور لو يعني للقيام به للقيام به تعود على غسل الاسنان يعني واش هو الفعل اللي راح نديرو به اللي راح نخدمو به هو غسل الاسنان وايضا هذه ديما جينا وديما دي ما كان يقول لي اتيليز اتيليز يعني استعمل وكي نديروا هاد الحوايج من الافضل من الافضل نسطروا عليهم ونكتبوا لهم باللي هانا درناهم شغل نعتو لهم هاي كي لا وهاي كي هذيك نعتو لهم بالحاجه وايضا قد يقولنا ان فراس ديكلاراتيف اي ان سوبستيتو غراماتيكال ان سوبستيتو غراماتيكال يعني بديل نحوي لنبدأ أولا أو أول مرحلة لكتابة وضعية إدماجية هي إعطاء عنوان لهذه الوضعية الإدماجية مثلا عن ماذا أتكلم في هذه الوضعية الإدماجية التي سأقوم بها الآن أنا أتكلم عن غسل الأسنان يعني أضع عنوان يعني غسل الأسنان le brossage des dents, et je vais commencer par le livre d'exprimation. D'abord, dans le livre d'exprimation, la première lettre, c'est une lettre majuscule, je commence commencer par la lettre. Je lis. Se laver les dents permet de garder toutes ses dents et d'avoir les gencives en bonne santé. il faut donc les brosser trois fois par jour pendant 3 minutes هنا عرفنا اهميه غسله الاسنان قلنا اشرح تنظيف الاسنان تنظيف الاسنان يحرس على نظافه اسنانك و يحرص ايضا على صحه لثتك او على ان تبقى لثتك بصحه جيده اون يعني بون بصحه جيده ولهذا الفو يجب علينا

سنقول نقولي, il faut donc les trois fois يجب علينا غسلهم هم, هذه البديل النحوي, pendant trois خلال ثلاثة دقائق, pendant أو في مدة ثلاثة دقائق, الآن, عرفنا أهمية غسل الأسنان, الآن. ايضا طلب مني ان اعطيه مراحل غسل الاسنان لي هي المراحل و زيتاب سويفغ بوغ بروسي مي يعني القواعد او المراحل التي اتبعها لاغسل اسناني بطريقه صحيحه سلا سلا و كومون سلا سلافي او لي دون كوريكتومون او كيف نغسل أسناننا بطريقة صحيحة دابوغ أولا موي لابغوس اي فيرم لو غوبيني بور نو با غاسبييلو المرحلة الأولى قاعد يقول لي أولا أولا بلل فرشاة أسنانك اي فيرم لو غوبيني و أغلق الحنفية لغوبينة هي الحنفية نغلق الحنفية بوغ نو لكي لا تبذر الماء أو لكي لا نبذر الماء غاسبيي هو الفعل يبذر أو يهدر المرحلة الثانية أون ومن ثم أو ثم mets du dentifrice sur la brosse va le maquignon ou maquignon des dents sur la des ensuite mets du dentifrice sur la brosse la marche 3 puis brosse le devant le derrière et le dessus de tes dents la marche 3 puis ensuite عندهم نفس المعنى وهو ثم ثم قم بتنظيف أسنانك الأمامية الخلفية والعلوية قم بتنظيف أسنانك الأمامية والخلفية والعلوية اي اونفا اونفا يعني في الأخير أو أخيرا غنس توالا بوش غنس تابغوسادون اي غنج وأخيرا, وأخيراً, وأخيراً, وأخيراً اشطف فمك غنس تبغوس يعني اغسل فرشاة اسنانك إغونج تون ومن ثم اجمع معداتك او ادواتك الادوات نقصد بها لابغوس يعني فرشاة الاسنان ولا تنتيفخيس يعني معجون الاسنان الآن نروح الأشياء التي يجب اتباعها خلال كتابة وضعية إدماجية أولا إعطاء عنوان للنص يعني عنوان ثانيا الالتزام بلا يعني الحروف الكبيرة نشوفوا هنا عندنا S عندنا D عندنا او عندنا P هذا كامل لأنه جو في بداية الجملة أو ليس شرط أن تكون في بداية الجملة أيضا نلاحظ هنا إغ بعد النقطة بعد النقطة أيضا يجب علينا أن نكتب الحرف كبير مثلا هنا إي وأيضا لا بونكتياسيون وهي علامات الوقف أو علامات الترقي أو علامات التوقف أو الوقف هنا مثلا الفاصلة هي الفاصلة، الفاصلة دائما وراء اللي هي علامات أو دلائل الترقيم، مثلا عندنا دابور يعني أولا، عندنا سويت ثم بوي، ثم أونفا يعني أخيرا، عندنا فينالمو أيضا معناها أخيرا، أيضا استعملوا بوان هي النقطة في نهاية الجملة أيضا وللفصل بين جملتين. أو في نهاية فقرة وأيضا سنستعمل الأشياء التي طلب مني استعمالها مثلا طلب مني أن أستعمل جملة إخبارية جملة إخبارية أو إن فراز ديكلاغاتيفة كي بار هي الجملة التي تبدأ بحرف كبير بإن ماجيسكول إي se termine par un point بنقطه عندنا هنايا Donc là, on نقطة عندنا أه هنا هنايا هنا جات ماجيسكول وعندنا في نهاية الجملة عندنا النقطة إذا أنسويت مي دو دونتيفريس سور لا بروس هي عبارة عن جملة إخبارية أون فراز ديكلاغاتيف Je, aussi pour les moi, Je relis la production écrite. Se laver les dents permet de garder tous ses dents et d'avoir les gencives en bonne santé. Il faut donc les brosser trois fois par jour pendant trois minutes. D'abord, Mouille la brosse et ferme le robinet pour ne pas gaspiller l'eau. Ensuite, mets du dentifrice sur la brosse. Puis, brosse le devant, le derrière et le dessus de tes dents. Enfin, rince-toi la bouche. Rince ta brosse à dents et ronge. ton matériel. Merci pour votre attention. Au revoir, mes amis. Bonne chance.